دعنا نقول ده كان القوات الأوكرانية اليوم بعد أن كان هناك دعم من القوات الأمريكية الفترة الأخيرة ودعم من فرنسا ومن ألمانيا. أعتقد أن هذا الدعم الذي أتى من الاتحاد الأوروبي أكد على صورة أن تكون هناك لأوكرانيا فكرة الاستقرار على الأراضي الأوكرانية والسيطرة مع القوات الروسية، بعد أيضا ما تم الانقلاب الجزئي من بعض القيادات داخل القوات الروسية باتجاه ما يقوم به بوتين مؤخرا. المنطقة الآن مشتعلة ما بين ما تقوم به أوكرانيا الآن من صراع سياسي وصراع عسكري الآن مع القطاع الروسي، وأيضا نفس الوقت تتعامل مع القوات الروسية بتعامل بفكرة التحرر مما يقوم به بوتين ومعاونيه. نعم، يعني الآن روسيا نشرت أكثر من 180 ألف جندي في جبهتي القتال الشرقيتين، يعني كيف سيؤثر هذا على سير العملية العسكرية في الأيام القادمة؟ اعتقد ان العمليه العسكريه الان سوف تكون هناك بعض زعزعه الاستقرار العسكري لدى روسيا وتلاحي جانبا من القوات الروسيه تجاه القوات الاوكرانيه، وايضا التعامل على المنطق الاقتصادي المرهق بالنسبه لروسيا في مقاتلتها ومساعده الشيشان وعدد من الدول التي تريد ان تسيطر على الاراضي الاوكرانيه، وهنا سوف يكون هناك تراجع القوات الروسيه مؤخرا. نعم، يعني الآن في الصراع الغربي الأمريكي الروسي تحديدا، يعني كيف تقرأ مستقبل العملية السياسية بين هذه الأطراف؟ أعتقد أن مستقبل العملية السياسية سوف يكون في انحدار استقراري سياسي ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة وما بين وضع أوكرانيا في هذا التوقيت. ما يحدث داخل الأراضي الأوكرانية أحرج الروس، أحرج العديد من الدول التي تدعم الروس، ولكن في نفس دعنا نقول لك ان هناك ملف خليجي يفتح من خلال المملكه العربيه السعوديه لحل المشكله الروسيه الاوكرانيه وترتيب البيت الروسي الاوكراني في المستقبل، بل سوف يكون هناك دعوات الى اعاده اعمار اوكرانيا مره اخرى تساندها روسيا والولايات المتحده في اتفاق خليجي عربي عن قريب.